في إطار حماية المستهلك وقمع الغش، وبناء عن معلومات واردة إلى أفراد فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بوهران، مفادها وجود ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف ببلدية قدير. على الفور تمت مباشرة التحقيق، أين تم تحديد مكان الورشة، وبعد استفتاء جميع المعلومات القانونية وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية دا محكمة قدير، تم مداهمة الورشة وتفتيشها ليتبين أن صاحب الورشة يقوم بتحضير وصناعة المواد التنظيف بطريقة غير شرعية وصلاحيتها منتهية.